يا ابوي حتسوي لكم هاي الماكن تشيز المقليه ويا الصوص مالتها. راح نجيب جدر ونخليه على النار، نخلي بيه طن ملح. يقول لك المي مال السلق مال المعكرونه لازم يكون الملوحه مالته عبالك بملوحه مي البحر، يعني شويه مالح. راح نخلي بيه كميه زينه من المي الحار ونخليه الى ان يغلي، ما نخلي المعكرونه الى ان المي مالتنا يغلي. وهسه راح ناخذ المعكروني ونخليها داخل المي دا يغلي. اللي شاف الستوريات مال الانستغرام مالتي راح يعرف ايش قد تعبت حتى لقيت تشيس واحد من المعكروني. طبعا ما لقيت نفس الشكل اللي كان بالفيديو، بس هذا اللي لقيته خلي نمشي بيه الوصفه. برقوا عينكم على مي الباستا، لان اذا خليتوها على نار كلش عاليه راح تفور كل المي، راح يطلع برا الجدر ويصير عندكم مسبح. تقريبا بعد 12 دقيقه من السلق راح نشيل المعكروني ونخليها وين اوف احترقنا فوق المصفي. راح نصفيها ونشيلها ونخليها على صفحه من نحتاجها نستعملها. يا وين باعوا المعكرونه هاي مالتك؟ المعكرونه هذه لازم شنو تنطبخ ادينته، يعني بعد شنو نص استوى بعدها من جوا شويه فيها بياض تقرط. اوكي ادينته بالايطالي يعني ستيكت ذا تيث، يعني بالحكي انجليزي وايطالي. وهذا نخلي الجدر مره ثانيه على الطباخ. راح ناخذ شويه زبده ونخليها بالجدر الى ان تذوب كلياتها. وهسه راح نضيف فوقها اربع خواشيق كبار من الطحين، وراح نحمس الزبده ويا الطحين كلش زين حتى النكهه مال الطحين هذه تختفي. اذا ما حمسناها راح نحس بطعم الطحين. ملاحظه، اذا شفت صار عندكم تكتلات شويه من الطحين خلي شويه زيت، بعد شو راح تفك عندنا العجينه ويصير عبالك معجون. النكهه راح اخلي شويه باودر مال خردل، مو اللي تخلوه بس انا راح استعمله ينطي نكهه شويه مختلفه. هسه حتى البشاميل مالتنا ما يكتل بعد شو راح نسوي؟ حركات كلش مهمه هذه. الجدر مالتنا لازم يكون مو على النار، بعيد عن النار. راح نجيب كميه الحليب مالتنا والحليب يكون بارد ونصبه كلياتها مره واحده، اوكي؟ بعدين هاي الويسك اللي انا لازمها بيدي راح ابدي اخفقه كلش زين بحيث كل التكتلات تذوب بالحليب. طبعا اكو غير طرق العمل البشاميل، بس هذه اني 100% متاكد راح تنجح عندكم، مستحيل تفشل وما راح يصير عندكم اي تكتلات بالبشاميل. طبعا نسيت اقطع جبنه مالتي، فقبل ما اخلي البشاميل صوص على النار راح اجيب سكينه كبيره. ها شنو هم تولها سكينه كبيره، وراح اقص بيها قالب الجبنه. ما راح اخلي كلش هوايه، هالقد كلش كافي. نخلي البشاميل مالتنا على نار هاديه ونبقى نحرك بيه تقريبا 3-4 دقائق الى 5 دقائق. من يبدي يغلي عندنا الحليب راح تشوفوه راح يبدي يدخل عندنا ويصير جاهز. صار البشاميل مالتنا شويه ثخين، راح ابدي اخلي بيه الجبنه شويه شويه، بيدي افلشها واخليها حتى شنو تذوب عندنا باسرع وقت ممكن. نستمر بالخلط الى ان تذوب عندنا كل الجبنه، وحتى نحصل على اللون الاصفر اللي كان مثل مال الفيديو راح نخلي له رشه صغيره كركم. ما راح تبين النكهه مالتها، بس اللون مالتها راح يفرق كلش هوايه. وهسه لازم نخلط المعكرونه ويا الصوص مالتنا كلش زين، وراح نخليها تغلي 3-4 دقائق. همين راح يثخن الصوص وهمين المعكرونه مالتنا راح تنطبخ شويه زياده. طبعا اكيد راح نذوقها ونشوف الملوحه مالتها، تحتاج ملح نخليها شويه ملح. وهسه راح اخلي لها رشه صغيره كاين بيبر، صير عندنا شويه حاده. قالب بايركس راح اجيبه واخلي بيه ورق مال زبده، افتحه واخليه يعبر فوق الاطراف. ناخذ الماكن تشيز ونخليها داخل البايركس ونترسل القالب كلياته. هسه وصلنا للفقره السخيفه، شنو؟ راح نشيله ونخليه بالثلاجه تقريبا 6 ساعات الى ان يصير عندنا كلش بارد ويجمد عندنا الجبن والصوص. حتى نسوي الصوص اللي كانوا يغمسون بيه الماكن تشيز المقليه راح نحتاج شويه مايونيز. طبعا انتم تقدرون تستعملون المايونيز الجاهز، بس اكيد انا دا اسوي لكم فيديو فراح نسوي وياكم المايونيز الاصلي بالبيت ومن الصفر. راح نحتاج كوب صغير او كاسه مثل هذه. راح نطق البيضه، نشيل البياض على صفحه ونخلي صفار بالكوب مالتنا. ملاحظة، راح نستعمل فقط الصفار للمايونيز، اما البياض نقدر نسوي به ثومية. الوصفة مال ثومية موجودة عندي على حسابي مال الانستغرام. حتى المايونيز مالتنا يكون مستقر راح اخلي شوية خردل باودر او سائل يشتغل، وحتى نسوي اموسيفيكيشن ما بين صفار البيض والزيت نحتاج لنا اسيد واللي هو الحامض، عصرة صغيرة كلش كافي، رشة صغيرة ملح على مود النكهة. هسه راح نحتاج بلندر مثل هذا الذراعي، راح نخليها ونخلط الصفار ويا باقي المكونات حتى نجهزه لاستقبال الزيت. بعد ما خلطت كل المكونات راح نجيب الزيت مالتنا ونصب شوية شوية ونشغل الخلاط الى ان يتكون عندنا المايونيز. راح نخلي تقريبا زيت كوب الى 3/4 الكوب. هذا المايونيز مالتنا صار جاهز. هسه ايش راح نسوي بالمايونيز؟ راح نسوي رينج صوص. شلون راح نسوي؟ راح نخلي رشة صغيرة اونيون باودر ورشة خفيفة من الجارليك باودر واللي هو بودرة الثوم. الوصفة الكلاسيكية خلوا لها كريم فريش، بس اكيد انتوا راح تقولوا لي ما عندنا وما ادري شنو اللي تعاركون وياي، فخلوا عيني خاشوقة صغيرة لبن، مو صغيرة كبيرة من قد هاي،
وحتى نخفف الخليط مالتنا همين بالوصفة الكلاسيكية يستعملون باتر ميلك، همين ما عندكم خلي شوية حليب. وهسه راح نحتاج شوية شبنت راح نثرمه كلش ناعم، إذا خلي واحد يقول لي ما عندنا شبنت ايش خليته بيها بعد، راح نشيله ونخليه داخل المايونيز والترتيبات مالتنا. وهمينا بالوصفة الكلاسيكية يخلون تشايفز، همينا ما عندكم تشايفز وراح تسوي لنا مشاكل، فخلوا بصل اخضر ثرموه كلش ناعم، شيلوه خلوه ويا المايونيز والترتيبات، نخلطهم كلش زين. بس شنو، لا تاكلوهم هسه، لازم نبقيهم بالثلاجة 3-4 ساعات حتى كل النكهات تتعارف على بعضها وتتمازج ويصير عندنا صوص متناسق والنكهات مالته تخبل. هذا الرينش صوص صار جاهز بس مو هسه، بعد 4 ساعات. بعد 4 ساعات نطلع من الثلاجة وراح اجيب هاي الكاسة اللي كانت تشبه اللي كانت بالفيديو، راح اخلي بيها رينش صوص مالتنا. حتى نكمل الماكن تشيز المقلية راح نجيب كاسة نخلي بيها شوية طحين، رشة صغيرة ملح، رشة صغيرة فلفل اسود، كاسة ثانية نطق بيها بيضة، رشة صغيرة ملح، رشة صغيرة فلفل، ونخفقها كلش زين. وكاسة ثالثة راح نخلي بيها فتات خبز او بقسماط. نطلع الماكن تشيز مالتنا من الثلاجة، نخلي فوقها التختة، وبسم الله نقلبها ونشيل من عندها الورق شوية شوية. ايباه خل احكي لكم الصراحة، طبعا هنا اني لصتها لوصة مو طبيعية لان الماكن تشيز مالتي كانت مو كلش باردة، فشنو من قصقصتها بدأت تتفلش، بس يلا ما حد شاف. نجيب مربع من المعكرونة مالتنا نخليه بالطحين نلوثه كلش زين ونغطي كل الاطراف، نشيله نخليه بالبيض هم نغطيه كلش زين، وراها نشيله نخليه بفتات الخبز، لازم نتأكد انه يتغطى كلياته بفتات الخبز وندوسه كلش زين حتى شنو ما يتفلش عندنا بالزيت. واكيد راح نستمر ونسوي كل الكمية هذه، وطبعا اكيد نقدر نجمدهم ونقليهم مش وقت ما نحب. نجيب جدر ونجهز الزيت مالنا، لازم يكون كلش حار، واذا عندكم محرار لازم الحرارة مال الزيت تكون تقريبا 160 الى 170، ونشيل كرات الماكن تشيز وننزلها داخل الزيت. لا تخلون كلش هواية، انا راح اخلي بس ثلاثة لان اذا خليته هواية دولة باردين فش راح يسوون، راح يبردون الزيت، ومن يبرد الزيت تبدي هاي الكرات تشرب الزيت، احنا ما نريده، نريدهم كلش كريسبي ومقرمشين. يصير لونهم ذهبي راح نشيلهم ونخليهم على ورق مال كلينكس الى ان يجفون تماما من الزيت. اليوم رحت اشتريت هذا على مود يطلع عندنا طبق بنفس الشكل اللي كان بالفيديو، راح اخلي جوه كلينكس حتى يشرب اي قطرات زيت زايده، وراح اخلي بيه الماكن تشيز مالتنا. واها لا ننسى صوص الرانش اللي سويناه قبل شويه. يا ربعي هاي المكروني اند تشيز مقلية مع الرينج صوص اللي سويناه بالبيت، خلينا نجربها. بسم الله، واو نفسها اعتقد، شو تقولون انتو، انتو تحكمون مو اني. نجرب الرينج صوص، بسم الله. شو تريدون أكثر من هذا؟ شو تريدون من هذا؟ بعد يا بابا شكرا للمتابعة، إن شاء الله حبيتوا الوصفة، في مالها أنا أروح أكل، باي باي.